بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم تاريخ القرآن الكريم، الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع عصر يوم 27 من الشهر السادس من عام 1429، ونكمل فيه ما بدأنا ما يتعلق بتاريخ القرآن. وقد وقفت بكم في اللقاء السابق، لقاء الأمس، فيما يتعلق بجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم جوانب من العناية النبوية بما يتعلق بجمع القرآن، سواء الجمع الذي يعتبر الجمع اللي هو تلاوته وحفظه، أو الجمع الذي هو كتابته وتدوينه. واليوم نكمل فقرة كنت قد نسيتها بالأمس ما يتعلق بقضية تاريخ القرآن في العهد النبوي، ثم إن شاء الله نكمل مرحلة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم بعد ذلك غدا إن شاء الله نقف عند بعض المشكلات المتعلقة بتاريخ القرآن أو تاريخ المصحف. بقي علينا فيما يتعلق بالعهد النبوي، يعني القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عن نزول القرآن على سبعة أحرف. نزول القرآن على سبعة أحرف. حديث الأحرف السبعة حديث مشهور ويكاد يبلغ التواتر، هذا الحديث في أن القرآن نزل على سبعة أحرف، والروايات الواردة عن الصحابة في هذا كثيرة، أكتفي منها بهذا الحديث، وقد سبق الإشارة إلى حديث غيره، وهو حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. هذا أحد روايات هذا الحديث، لو حديث الأحرف السبعة، وهو حديث مشهور ومعروف عند أهل العلم. لن ندخل في المراد بالأحرف السبعة الآن، سنأتي له لاحقا إن شاء الله، لكن المقصد من هذا من جهة التاريخ أن نعلم أنه في العهد المدني نزلت الرخصة بالأحرف السبعة، في العهد المدني نزلت الرخصة بالأحرف السبعة. ومعنى هذا أنه قبل نزول الرخصة بالأحرف السبعة كان القرآن يقرأ على حرف واحد، يعني كان القرآن يقرأ على حرف واحد، وهو الموافق للغة قريش، لأنه نزل بلسان قريش، نزل بلسان قريش. أما الدلالة على نزول الأحرف السبعة أنه كان في المدينة، فمما يستأنس به رواية أبي بن كعب، وأبي بن كعب مدني، هذا من باب الاستئناس. وأيضا مما يدل على ذلك وهو أقوى من هذا قوله كان عند أضاة بني غفار، وأضاة بني غفار كما ذكر في معجم مستعجم أنها موضع بالمدينة نزله بنو غفار فسمي باسمهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لم يذهب إلى المدينة إلا بعد هجرته، فبعد أن هاجر بدأت العلاقة بالمدينة، فكونه يكون في هذا الموضع من أضاة بني غفار دلالة على أنه كان في المدينة. فإذا الأحرف السبعة نزلت الرخصة بها في المدينة. وقد استظهر الشيخ الدكتور عبد العزيز قاري في كتابه حديث الأحرف السبعة أن نزول الرخصة كان في العام التاسع ليعام الوفود، وإذا صح هذا فإن هذا يتناسب مع هذا العام الذي هو عام الوفود، لأن الوفود كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان من المناسب
أن يقرئهم بما يتناسب مع لهجاتهم مما هو نازل من الأحرف السبعة، مما هو نازل من الأحرف السبعة. يضاف أيضا إلى أدلة أنها نزلت في الأحرف السبعة استنكار أبي بن كعب، وقد سبق الإشارة إليه لما سمع من الصحابيين يقرآن بغير ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه أمر جديد طارئ في العهد المدني، لأنه لو كان من العهد المكي لما كان منه هذا الاستنكار، لما كان منه هذا الاستنكار. فاستنكاره هذا فيه أيضا دلالة على أن هذا كان في العهد المدني. أيضا من الدلالات المهمة في هذا الحديث تعنينا في هذا المجال في تاريخ القرآن أن هذه الأحرف نزلت من عند الله، وقد سبق أن ذكرت لكم دلالة هذا بقوله هكذا أنزلت، قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، فهذا يعني أنه لا يصح لأحد أن يترك النازل، ولا يصح لأحد أن يغير في النازل حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك بوحي. فإذا جميع ما يتعلق بالأحرف السبعة هو من الوحي النازل، جميع ما يتعلق بالأحرف السبعة هو من الوحي النازل، لا يجوز ترك شيء منه إلا بأمر من أنزله، إلا بأمر من أنزله. هذه قاعدة في الأحرف السبعة سنحتاجها لما نتكلم عن عمل عثمان رضي الله عنه. إذن ما هي القاعدة؟ أن نقول إن الأحرف السبعة نزلت من عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا أنزلت، فلا يحق لأحد أن يرفع منها شيء إلا من أنزلها، إلا من أنزلها. نأتي الآن إلى جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما نرجع إلى الحديث الذي رواه الأئمة بأسانيدهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه نجد أنه هو الأصل الذي اعتمد في جمع أبي بكر، يعني جميع ما يتعلق بجمع أبي بكر موجود في أثر زيد هذا. يقول زيد أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. إذن الآن عمر عرض على أبي بكر، ثم فتح الله على قلب أبي بكر بصحة ما ذهب إليه عمر، ثم دعوا زيدا فحصل لزيد مثل ما حصل لأبي بكر في أول الأمر. فقال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هو والله خير. قال فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. هذا المقطع أو قصد المقطع الأول سبق استدللت به في الدرس الماضي على مسألة مرتبطة بالقرآن المأل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني. فما هي مشكلة؟ ما عندنا جوائز كان نحدد جوائز، لكن نعطيكم جائزة معنوية، يعني هي الدعاء. أمس ذكرت هذا الأثر، يعني بدايته ذكرته تبع لمسألة وختمت بها كان الحديث في العهد النبوي. ما هي؟ كلامك صحيح وجوابك خطأ، تجتمع هذه؟ اجتمع يكون كلامك صحيح وجوابك خطأ. كلامك من حيث هو صحيح لكن ليس هو جواب المسألة. طيب أقرب لكم كذا بئر معونة، ها يلا ها، لا مو بعد فصول، لكن قلنا أنه كان في طبقة، يعني بدأت تنشأ طبقة عند الصحابة، طبقة القراء ولا لا؟ وقلنا هذه طبقة القراء كانت استمرت حتى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ليس كذلك؟ فهذه الفائدة اللي ذكرناها أخذناها من، يعني كون استمرت الطبقة أخذناها من حديث زيد بن ثابت الأول، لأنه قال أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن. طيب قال زيد بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال أي زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فلم أزل أراجعه
حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرهما. قال: وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة عند حفصة بنت عمر. هذا الآن الأثر الوارد في جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، وهو أجمع أثر فيما يتعلق بجمع القرآن. لو نظرنا إلى هذا الأثر يمكن أن نسأل السؤال الأول: ما هو سبب الجمع، أو ما الذي دعا إلى الجمع؟ نعم، القتل الذي استحر في المواطن في قراء القرآن في عهد أبي بكر، لو كانت حروب الردة، فإذا خشي من موت القراء فأراد أن يجمع المصحف. طيب، هنا مسألة لطيفة ننتبه لها أيضا مرتبطة بتاريخ القرآن. احنا سبق ذكرتكم قاعدة لازلت أكررها: أيهم أغلب على الثاني، القراءة والحفظ أو الرسم؟ القراءة. ولهذا هو لم يقل أن تذهب الصحف التي بأيدي الصحابة، وإنما قال إيش؟ يذهب القراء. يعني الأصل إذن هذا تجعلونه ضمن الأدلة في أن الأصل في قراءة القرآن ما هي؟ الحفظ. الأصل الحفظ، ولهذا خاشية أن يذهب القراء. طيب، قال أو عندنا مسألة أخرى فيما يتعلق بهذا الأثر: الصفات التي أهلت زيدا أن يتولى مهمة الجمع. يعني قال له أبو بكر: إنك رجل شاب. إذن قضية مرحلة الشباب هذه لها أثر في تحمل العمل، وهذا ظاهر يعني من باب الاستطراد والفائدة. بعض المؤسسات الخيرية يعني مع جلالة من يتولى منصبها من كبار السن، لا تجد أن في الغالب، طبعا لأنه قد يوجد خلاف هذه القاعدة، لكن في الغالب لا تجد أن همته في الانطلاق بالمؤسسة الخيرية مثل همة الشباب. ولهذا من باب النصيحة، إنسان إذا بلغ يعني مبلغا كبيرا، يعني بلغ في السن صار كبيرا، الأحسن في حاله أن يترك الإدارة إلى الاستشارة، يعني لا يكون هو الذي يدير العمل، وإنما يخرج لي منطقة الاستشارة. وإلا فإن بعض كبار السن مع جلالتهم ومع يعني حفظنا لحق يعني حقهم في كبر السن والعلم والعمل أيضا، إلا أن نقول إنه الأمور تتجدد، فإذا لم يتابع فإنه يبقى بطرائق يعني قديمة قد تؤثر على تقدم سير العمل، لكنه يكون في باب إيش؟ الاستشارة، يعني لا يترك مطلقا، فهذا أولى. وهذا يشير إليه أبو بكر، ولا كان يستطيع أن يعطي هذا العمل من هو أمثل من زيد في الإيمان مثل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، لكن كان كل واحد منهم له عمل وهو منشغل بأشياء أخرى. أما زيد فلم تكن حاله حال منشغل، شاب متفرغ للإقراء وسيد من سادات القراء. قال: شاب هذه واحد عاقل، والعقل صفة مهمة جدا، فهذه إذن الصفة الثانية، شاب عاقل. قال بعد ذلك: لا نتهمك. إذن في صفة ماذا؟ الأمانة. الأمانة يعني الشباب والعقل والأمانة. ثم قال: كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى الخصوصية، إذا كان عنده خصوصية كتابة الوحي. هذه الآن هذه الأربعة لما انتهى الأمر، يعني جمع أبو بكر الصديق المصحف، أريد أن تنتبهوا إلى استنباط هذا الأمر: هل خلف أحد من الصحابة في رأي أبي بكر في زيد بن ثابت؟ ما أحد خالفه في رأي زيد بن ثابت. وهل خالف أحد أبا بكر في جمعه لهذه الصحف؟ تنتبهون لهذه نسأل نستفيد منها فيما بعد، يعني تضعونها عندكم نستفيد منها فيما بعد. يعني إذا الآن نلاحظ، لأنه الآن من خلال التاريخ لا يوجد أي اعتراض على فعل أبي بكر، بل مدحه الصحابة بذلك، مدحه علي بن أبي طالب وغيره،
لا نجد أي اعتراض على اختيار زيد بن ثابت، لا نجد أي اعتراض على الصفات التي ذكرها زيد بن ثابت، لأنه يذكرها والصحابة متوافرون، ما أحد اعترض على زيد بن ثابت بأنه كذا أو كذا. إذن هذه قضايا مهمة نتكلم بها بهذه الطريقة. لماذا؟ لأننا نحن المسلمين يجب أن يكون عندنا الثقة المطلقة، وإن كانت موجودة ولا الحمد، لكن كون تكون ثقة ومدعمة بالدليل هذه أقوى. أن الصحابة رضي الله عنهم هم متوافرون، كلهم قد اتفقوا على ما فعل أبو بكر وأيضا على ما قال أبو بكر، ولهذا جاءوا سراعا إلى هذا المشروع وقدموا كلهم، يعني كل الصحابة قدموا ما عندهم، كما يقول: فتتبعت القرآن أجمعه من إلى آخرها، الطرائق التي عملها تدل على أنه قد عاونه جميع الصحابة، كانوا يدا واحدة في إنجاح هذا المشروع. واضح الفكرة هذه؟ إذن الآن لاحظ أنه عمل جماعي ليس عمل فرد. صحيح أنه القائم به المشرف عليه زيد بن ثابت أولا، ويساعده عمر بن الخطاب كما في بعض الآثار، ولكن في الحقيقة العمل هو عمل جماعي للكل، عمل جماعي للكل. وهذا أيضا لو أردنا أن نمثله بتمثيل مقارب، لو جينا إلى قرية تعدادها مثلا 3000 نسمة وقلنا لهم إن سنبني مثلا مسجدا، والمشرف على المسجد هو فلان، وجمعوا ما يستطيعونه وأعطوه هذا المشرف ثم بدأ بالمشروع، هل المشروع هذا الذي عمله هو المشرف هذا فقط أو عمل الجماعة كلها؟ هو في الحقيقة عمل الجماعة كلها، لكن هو كان له حق الإشراف المباشر. هي نفس القضية في قضية جمع المصحف، والدليل على ذلك أنه لم يعترض أي واحد من الصحابة على هذا العمل ولا على ما في مصحف أبي بكر الذي جمع. وهذه قضية مهمة يجب أن ننتبه لها، وهي معتبرة، يعني الأصل فيها الاعتبار، لأنه اعتبار الإجماع، فضلا عن أنه جاءت آثار عن علي بن أبي طالب وغيره تمدح هذا العمل على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. هنا مسألة أيضا يعني يحسن أن نتنبه لها، وهي أن أبا بكر رضي الله عنه لم يذكر كون زيد بن ثابت حضر العرضة الأخيرة، مع أنه اشتهر أنه ممن حضر العرضة الأخيرة، لكن كون زيد بن ثابت هو الكاتب الخاص للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا خلاف فيها، الكاتب الخاص للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا خلاف فيها، لكن نحتاج إلى دليل مستقل صريح وصحيح في أن زيد بن ثابت قد حضر العرضة الأخيرة. طبعا حضور العرضة الأخيرة معناه أنه يحضر ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يتلو على جبريل، لا يلزم أن يرى جبريل، لكن أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا المسألة الثالثة فيما يتعلق بهذا الجمع لمصادر زيد في الجمع. الآن زيد يقول: فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب. الرقاع والأكتاف والعسب كلها تمثل ماذا؟ المسطور ولا لا؟ يعني المكتوب، هذه أدوات الكتابة. فإذا هذا القسم الأول، يعني يتتبعه في المكتوب، يتتبعه في المكتوب. ثم قال بعد ذلك: وصدور الرجال. إذن يتتبعه في المحفوظ. إذن الآن مصدر الجمع هو المكتوب والمحفوظ، المكتوب والمحفوظ. طيب، قال: حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. طيب الآن اللي وجد مع خزيمة آيتين من سورة التوبة، هي بالنسبة له معلومة أو غير معلومة؟ معلومة، يعني هو يعرفها، هو يعرفها، لكنه ما كان من زيادة التوثيق كان يحرص على أن يوجد إما شيء مكتوب وإما شيء محفوظ، وإما مكتوب ومحفوظ معا، بحيث يجتمع في هذا المكتوب مع المحفوظ، ولا يكتفي بمحفوظه هو فقط، ولا يستطيع أن يكتب القرآن كاملا، لأنه كان يحفظ القرآن كاملا وهو الكاتب الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك زيادة في التوثيق جمع ما بأيدي الناس من المكتوب وسمع ما عند الصحابة من المحفوظ. يعني تصور كل صحابي حافظ يأتي ويسمع عليه اللي هو حافظ كله، يعطيه كل ما حفظه،
إذن عمل وجهد يجب أن ننتبه له في ذلك الزمن، يعني جهد جبار جدا. وكما قلت لكم سابقا ارجعوا بالزمن لهذه الفترة، لفترة الصحابة رضي الله عنهم، وتخيلوا ذلك العدد من الصحابة رضي الله عنهم، وتخيلوا هذا العمل. وزيد بن ثابت جالس ليس عنده شغل شاغل إلا هذا العمل، هو جمع القرآن في مصحف واحد، جمع القرآن في مصحف واحد. فلا شك أن هذا العمل يعتبر عملا جبارا وليس عملا سهلا. وهذا قال لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أسهل، وقد صدق. فأنتم تخيلوا الحدث هذا، فستجدون أنه بالفعل عمل، بالفعل عمل يستحق أن يقال عنه أنه من الأعمال الجبارة الكبيرة جدا التي تنوء بحملها الرجال. طيب بعد ذلك ندخل إلى ما يتعلق بملامح هذا الجمع. طبعا ذكرت لكم حديث أو الإشارة حديث خزيمة لأنه يقع فيه إشكال، لعلنا إن شاء الله نناقشه لاحقا. لكن نلاحظ أن زيد بن ثابت ما قبله إلا وعنده فيه خبر، يعني ليست آية لا يعلمها، ويقول آيتين من سورة التوبة، ويعرفها من سورة التوبة ويعرف آيتين، لكنه ينتظر أن يأتي بها أحد كي إيش يثبتها، ولا يثبتها فقط مما يحفظه هو. فهذه أيضا قضية مهمة أن ننتبه لها في طريقة جمع زيد بن ثابت، لأن في الجمع الحقيقة في إجمال. هل كان زيد بن ثابت يكتفي بشاهدين من الحفظ، أو شاهدين من الكتابة، بشاهدين حفظا وكتابة، أو بشاهد واحد مع ما عنده من الحفظ؟ هذه كلها محتملة، النص لا يعطي بدقة شيء منها، لكن مع كل الاحتمالات حفظه هو شيء والشاهد الذي يأتيه من الخارج شيء آخر، مع أنه اعتمد حفظه وما يأتيه من غيره هذا بلا ريب، وهذا واضح من الأثر. لكن لكي يثبت كم عنده من الشهود اللي يكتفي بشاهد وشاهدين، هذه قضية أخرى محتملة للأخذ والرد. طيب ما هي ملامح هذا الجمع؟ القرآن المجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في مكان واحد أو كان متفرقا؟ كان متفرقا. ومن أيضا نسينا هذا، أن المجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع زيد، وهذا أيضا توثيق آخر، يعني الوثيقة التي كتبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم هي مع زيد، يعني معه حفظه، والذي كتب عند النبي صلى الله عليه وسلم والذي كتبه الصحابة والذي حفظه الصحابة، يعني كم عندنا مصدر الآن؟ أربع مصادر. الكل الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أغلب من كتبه زيد، الذي حفظه زيد لأنه الكاتب الخاص وشهد العرضة على أحد الأقوال، الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم، الذي حفظه الصحابة، يعني حفظوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن المكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بالأمس كان متفرقا، فإذا الآن أبو بكر عمله ماذا؟ جمع المتفرق، يعني هذه قاعدة في عمل أبي بكر، عمل أبي بكر جمع المتفرق. طيب بعد ذلك لما جمع هذا المتفرق في مصحف واحد، هل الذي في هذا المصحف يسمى قرآن أو ليس بقرآن؟ يسمى قرآنا، يعني ما جمعه في المصحف فهو قرآن. طيب الذي جمعه الآن هو القرآن الثابت فقط، أو أدخل معه ما يسمى بأنه منسوخ الذي ثبت في العرض الأخيرة؟ هنا مسألة تحتها طبعا في خلاف، أو بعض العلماء ذكر أن جمع أبي بكر جمع المنسوخ وغير منسوخ، لكن أقول فائدة مهمة ننتبه لها، كل ما يتعلق بجمع أبي بكر لا يمكن إثباته جملة ولا نفيه جملة، يعني المسألة في الإثبات والنفي متساوية، لكن نحتاج إلى أن نرجع إلى مرجحات خارجية، يعني مرجحات خارجية يستأنس بها أكثر من أن تكون حجة قاطعة، يستأنس بها أكثر من كونها حجة قاطعة. الآن الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر لما جمع أبو بكر المصحف، هو الآن أراد أن يجمع ماذا؟ يجمع القرآن، وخشية أن يضيع القرآن. طيب القرآن ليس يتلى أمام الصحابة آناء الليل وأطراف النهار؟ أليس يقرؤون به في المحاريب؟ فإذا هل سيجمع كل ما نزل أو ما ثبت؟ المتصور عقلا، يعني معنى ذلك أنه أثبت الناسخ والمنسوخ فيه،
يعني والشيخ والشيخة وبلغ عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضي عنه كله جمعه. لا هذا 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 الفهم هذا المشكل. هو صحيح أنه جمع الثابت، لأن زيد بن ثابت اللي يعرف الثابت من غيره لأنه هو الكاتب الوحي الخاص كان هو المشرف على العمل، المهم المشرف على العمل، ولم ينقل بنقل صحيح أن أبا بكر الصديق جمع شيئا من ذلك اللي هو المنسوخ. فصرنا نبقى على الأصل أنه جمع الثابت فقط، فالبقاء على الأصل كونه جمع الثابت هو الأصل، والقول بأنه جمع غير ذلك هو الذي يحتاج إلى دليل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب كتب الثابت الذي استقر عنده في العرضة الأخيرة، وأقرأ زيد الثابت الذي استقر في العرضة الأخيرة، لأنه لا يتصور أنه يكون أقرأهم ثم هم يختارون، لأنه قلنا كل ما يتعلق بالمصحف قبل قليل أنزل القرآن سبعة حرف أنه كله مرتبط من بحفظ الله سبحانه وتعالى. فالأقرب أن يكون أبو بكر جمع الثابت من القرآن فقط لم يدخل معه غيره. ستأتينا إشكالية، وهي إشكالية ليست يعني ليست مشكلة كبيرة لكنها تحكى، أنه إذا كان في القراءة أكثر من وجه، آسف، إذا كان في الحرف الكلمة أكثر من وجه قرائي، كيف يرسمها أبو بكر؟ هذا لا نستطيع نحن أيضا أن نثبت ولا ننفي، بمعنى وصى وأوصى، يحتمل أن يكون كتب وصى ويحتمل أن يكون كتب إيش؟ أوصى. طيب، يحتمل يكون كتب تجري تحتها الأنهار ويحتمل يكون كتب تجري من تحتها الأنهار. لكن القارئ حينما يقرأ بمحفوظه الثابت، القارئ حينما يقرأ بمحفوظه الثابت، هل سيقرأ أوصى وهي مكتوبة وصى، أو سيقرأ كما هو عنده في حفظه؟ كما هو عنده في حفظه. إذن الرسم عنده لا يؤثر في المحفوظ، لأن قلنا أن الأصل إيش؟ المقروء المحفوظ، والرسم من مجرد صورة له. الأصل المقروء المحفوظ والرسم إنما هو مجرد صورة له، فهذا يجب نستحضرها في الذهن، نستحضرها في الذهن. فإذن الأقرب أن يكون المجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا، والمحفوظ عند زيد هو المجموع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، هو المجموع عند أبي بكر، وأن الأوجه التي وردت في القراءة فيما يكون الرسم يحتمل أكثر من وجه كان لو اكتفي بأحد الأوجه لما أخل بماذا؟ لما أخل بالوجه الآخر، لأن الوجه الآخر الأصل فيه ماذا؟ المحفوظ، والمصحف المقصود منه ضبط هذا المحفوظ لكي لا يضيع فقط، يعني ضبط المحفوظ لكي لا يضيع فقط، وإلا الأصل عندنا أنه هو محفوظ ما فيه إشكال، هو سالم من الضياع في محفوظيته في الصدور، لكن من باب زيادة التوثيق كتب، يعني الخشية من أن يضيع فعل أبو بكر ما فعل. ولهذا لاحظوا الآن الدليل على ذلك بزيادتنا إن شاء الله، أنه هل استفيد من مصحف أبي بكر في عهد أبي بكر وعهد عمر؟ فقط يعني حفظ، إذا لم يستفد منه مباشرة، يعني في عهد أبي بكر وفي عهد عمر لم يستفد من مصحف أبي بكر، إذن هو مجرد فقط للحفظ، يعني حفظ، لكن الصحابة كانوا يقرؤون من خلال ما حفظوه كما سيأتي بعد قليل. هذه مسألة مهم جدا ننتبه لها، وهي مرتبطة بالفرق بين عمل أبي بكر وعمل عثمان، ولعلنا نأتي إليه. في سارع وسارع أوصى ووصى، فيها ليهب لأهب، في مجموعة، في الصراط، في بضنين، الله أعلم، احتمال أن تثبت في الهامش، احتمال تثبت، لأننا لا نستطيع إثباتها، هذا احتمالات افتراضات، هي كلمات قليلة والخلاف فيها لا يؤثر على نقل القرآن، وسنأتي إن شاء الله تفصيلا، إن شاء الله نتكلم عن جمع عثمان بإذن الله. طيب، بلى، إذا كان زيد حضر العرض الأخير معناه يعرف ما الذي بقي من القرآن قطعا، هذا بلا خلاف. عندنا إذن القاعدة ذكرت لكم قبل قليل فيما يتعلق مصحف بكر يجب أن نستصحبها، فمن ذكر من العلماء أن مصحف أبي بكر لم يكن مرتب الآيات والسور، آسف، لم يكن مرتب السور وإن كان باتفاق مرتب الآيات، هذا أيضا لا دليل عليه، يعني ما في دليل صريح يدل على هذا. لو تبحث في جميع الآثار لا تجد دلالة صريحة على أن جمع أبي بكر كان مرتب إيش؟ كان غير مرتب السور. من أين جاء هذا الرأي؟ هذه تحتاج إلى تتبع، وأنا سبق أن طرحت قديما
أن بعض مسائل علوم القرآن تذكر في الكتب وليس لها ما يسندها من الأثر الصحيح إطلاقا، وهذا منها، إن لا يوجد دليل صحيح يدل على ذلك، وإنما هو قول لبعض العلماء بنوه على ما فهموه من عمل عثمان، يعني بنوه على ما فهموه من عمل عثمان، وليس هناك دليل صريح مباشر في أن جمع أبي بكر كان غير مرتب السور. ولهذا أقول بل إن الأصل أنه مرتب السور، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، لأنهم سيتتبعون عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل أيضا في 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 ترتيب السور أنه توقيفي، وإن كان طبعا في خلاف، لكن أنا أرى أنه توقيفي، وأن كل عمل مرتبط بالمصحف وبالآيات هو مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبين لهم السور، وبين لهم مواطن السور، ووضع لهم الآيات في أماكنها، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن قد اكتمل ووضحت معالمه لهم، لما جاء أبو بكر هو مجرد حفظ لهذا الذي كان موجودا ومقروءا من النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ على حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى بعد ترتيب المصحف. طيب، لاحظوا أثر يمكن أن يستأنس به، وهو ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنه، فقال شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. يقصدون ماذا؟ المصحف. طبعا قد يقول قائل: قول ابن مسعود ابن عباس وقول محمد بن الحنفية ما ترك إلا ما بين الدفتين، أصلا لم يكن بين الدفتين إلا بعد أن فعله أبو بكر. نقول نحن يستأنس منه أن ما بين الدفتين الذي جمعه أبو بكر هو نفسه الذي كان في عهد الرسول، لكن كان إيش؟ مفرقا ثم صار بين الدفتين. فعبر ابن عباس وعبر ابن الحنفية محمد بن الحنفية اللي هو ابن علي، عبروا عما آل إليه ولم يعبروا عما كان عليه، وما كان عليه هو نفس ما آل إليه لم يختلف، يعني ما كان عليه هو نفس ما آل إليه لم يختلف. وهذا تنبيهون لها، لأن في النقد نعم أن قد يقول قائل: ما ترك إلا ما بين الدفتين، قالوا لما انتهى واكتمل. نقول صحيح أنهم عبروا عما آل إليه أنه كانوا بين الدفتين، ولكن ما آل إليه هو عين ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتغير شيء. فهذا مما يؤنس بأن الذي فعله أبو بكر هو جمع لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حذف القدة بالقدة لم يغير فيه شيء، بنفس ترتيب السور لم يتغير فيه شيء، ولا زيد فيه آية ولا نقص منه آية، ولا زيد فيه حرف ولا نقص منه حرف. البيهقي يقول: وأمر أبو بكر رضي الله عنه في شعب الإيمان، يقول: وأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن ونقله إلى مصحف، ثم اتخذ عثمان من ذلك المصحف مصاحف وبعث بها إلى الأمصار، ولم يعرف أنه أثبت في المصحف الأول ولا فيما نسخ منه شيء سوى القرآن. لم يعرف أو أنه أثبت في المصحف الأول ولا فيما نسخ منه شيء سوى القرآن، فلذلك ينبغي أن يعمل في كتاب كل مصحف أو في كتابة كل مصحف. إذا المصحف الأول مصحف بكر ومصحف عثمان لم يكن فيها إلا القرآن فقط، طبعا دلالة عامة القرآن بحيث أنه لا يدخل فيه غيره، لكن نقول حتى الذي نسخ لم يدخل في مصحف أبي بكر. هذه تقريبا بعض القضايا المرتبطة بمصحف بكر. نأتي الآن لبعض الأسئلة. السؤال الأول وسبقا ذكرت لكم: هل اعترض أحد من الصحابة على فعل أبي بكر رضي الله عنه؟ لم يقع أي اعتراف. إذن في إجماع وما في إجماع؟ إذن في إجماع على عمل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإجماع على كل ما يتعلق بهذا الجمع، من اختيار زيد بن ثابت، ومن طريقة زيد بن ثابت، ومن الأوصاف التي وصف بها زيد بن ثابت، ومن جمع القرآن بالطريقة التي جمعها زيد بن ثابت. الصحابة كلهم متفقون على ما فعل أبو بكر. السؤال الثاني أيضا مرتبط بهذا: هل ألزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمصحفه؟ لم يلزم، لأنه ليس من مقصده نشره بين الناس، إنما مقصوده حفظ القرآن فقط،
طيب، لما جاء عمر هل ألزم أيضا بمصحف أبي بكر؟ أيضا لم يلزم، ما زال إلى الوقت هذا لم يلزم، حتى أيضا صدر من خلافة عثمان كما سيأتي، ثم نأتي إلى المرحلة الأخيرة في الجمع. هل هناك، هل بقيت، آسف السؤال قبله، هل كان الصحابة يقرؤون من مصحف أبي بكر مباشرة، يعني يرجعون المصحف ويقرؤون منه؟ أيضا لا، لأن هذا المصحف لم تكن مهمته هذه، وإن كان يمكن أن يقرأ منه لكن ما كانت المهمة التي جعل أو صنع من أجل المصحف هو هذا، فلهذا المصحف ما زال باقيا محفوظا فقط لم يقرأ منه. أيضا هل بقيت صحف الصحابة معهم؟ يعني الصحابة جاءوا بما معهم من صحف ومن أكتاف وإيقاع إلى آخره، رجعت إليهم ولا ما رجعت؟ رجعت إليهم. إذن بقيت الصحف واللخاف والعسب وغيرها بين يدي الصحابة، يعني كل واحد أعطى زيدا ما عنده من مادة الخام هذه ثم عادت إليه مرة أخرى، فإذا بقي عند الصحابة، يعني في عهد أبي بكر وكذلك في عهد عمر، بقي عند الصحابة ما كان عندهم من المصاحف المنتشرة بينهم أو من الأدوات التي كانوا يكتبون بها القرآن. طيب، هذه كانوا يقرؤون بها وما كانوا يقرؤون، طبعا كانوا إيش يقرؤون بها، يعني بمعنى أنه لم يقع إلزام بما جمع به أبو بكر، فكان كل واحد يقرأ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مستأتي دلالة على ذلك في الأثر الصحيح إن شاء الله بعد قليل، فلكن تنتبهوا لهذه أن كل واحد منهم كان يقرأ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هناك جمع آخر غير جمع أبي بكر، يعني كان في عهد أبي بكر أو في عهد عمر؟ ستجدون في كتاب المصاحف لابن أبي داود آثار ضعيفة جدا فيها إشارات إلى جمع، ولهذا قد استفاد منها بعض المستشرقين وغيرهم ممن كان قلت لكم سابقا أنه كتب على منهجية فيها نظر، ذكروا أن هناك جمعا غير جمع أبي بكر استدلالا بهذه الآثار، وهذه الآثار لا تقوم بها حجة. وهنا الآن من باب الفائدة نقول من هو المحكم في قبول الآثار، يعني من هو المحكم في قبول الآثار؟ هل هو هؤلاء المستشرقون أو من بدأ يقرأ تراثنا الإسلامي بقراءات غربية، أو هم أهل هذا الشأن الذين صنعوا له المناهج التي يدرس بها؟ الأصل أنهم أهل الشأن الذين صنعوا المناهج التي يدرس بها. طيب، إذا درست هذه الآثار بغير هذه الطريقة فقطعا ستحدث شبهة وخلخلة إلى آخره. خلوا أضربكم مثال آخر الآن لكي نفهم كيف يقع الخلخلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ألم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم أن المنقول من آثار بني إسرائيل ليس فيه أسانيد وليس فيه خطام ولا زمام؟ طيب، متى نشأ علم الجرح والتعديل؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ وأرسيت قواعد دراسة الأسانيد وقواعد علم الجرح والتعديل، ثم حكمت هذه فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في آيات في حديث الأحكام اللي الحلال والحرام، أليس كذلك؟ لو أخذنا هذه المنهجية لمنهجية دراسة الأسانيد في الحلال والحرام في مادة الأحكام وطبقناها على مرويات بني إسرائيل، كم الناتج بيساوي؟ أخشى أنه يكون تحت الصفر بعد، يعني ليس الصفر فقط، قد يكون تحت الصفر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تثبت رواية إسرائيلية على طريق محدثين إطلاقا، على طريق دراسة الأسانيد الحديثية إطلاقا، لأنك أمام سلسلة من المجاهيل في القرون غير معروفين، ما أقصد اللي رووا من المسلمين الذين هم من بني إسرائيل، يعني من رووا هذه القصص منهم. فإذا فهمتم قصدي الآن، أنه هذه يجب أن تنتبهوا لها كقاعدة علمية، أن تطبيق منهجية علم ما، تطبيقها بحذافيرها على علم آخر، هذه تفسد العلم الآخر إطلاق قطعا، تخرج بنتائج خطأ قطعا، هذه قاعدة تضعونها في أذهانكم. لكن الاستفادة من منهجية هذا العلم في هذا العلم، الاستفادة من أشياء منه، نعم، ويجب أن نفرق بين الأمرين، وعيد مرة أخرى لحساسيتها، ولأن بعض من حدثت بهذا لم يفهم عني هذا فنقل نقلا مغايرا. أنا أقول تطبيق منهجية علم بحذافيره على علم آخر يفسد هذا العلم الآخر ويوصل إلى نتائج خطأ، لكن الاستفادة منه، يعني منهجية العلم الأول بعض قضاياه في العلم الثاني ممكنة،
وهذا طبقه في دراسة الأسانيد في التفسير. لما يأتينا واحد يقول ندرس الأسانيد أسانيد التفسير مثل ما ندرس أسانيد الحلال والحرام، نقول له هذا ليس بصحيح. لكن يقول نستفيد من منهجية علماء الحديث في دراسة الأسانيد وندرس فيها الأثار، نقول نعم. لكن هذه الاستفادة لها مناط محدد ومعروف. لماذا؟ لأن قبول مرويات التفسير ليس كقبول مرويات أحاديث الحلال والحرام. والدليل على ذلك هو عمل المحدثين أنفسهم وكذلك عمل المفسرين المحققين أصحاب الرواية والدراية. ولا أريد أن أضيف هذا كمثال كي تنتبهوا له. فكيف إذا جاء من يريد أن يقرأ تراث المسلمين بمنهجية مغايرة لمنهجية المسلمين؟ إيش بيحصل؟ قطعا يحصل الخلل في النتائج، يحصل خلل في النتائج. واضح الفكرة هذه؟ فإذا الآن إذا جئنا أمام مستشرق بيدرس كتاب ابن أبي داود مثل ما فعل المحقق والمستشرق، أو يأتي آخر ويكتب وعنده منهجية مستقلة، نجزم يقينا أنه سيقع في الخلل، لأنه لن يفرق بين الموضوعات والأباطيل وبين الصحاح، لن يفرق بين ما هو حجة مقبول وبين ما هو ليس بحجة ولا بمقبول، لن يفرق بين هذه، بل إنه بحسب المعطيات الخاصة عنده والمعطيات التاريخية التي يظنها كذلك قد يقدم الموضوعات والأباطيل على الصحاح. وهذا واقع يعني في الدراسات التي وقعت في تاريخ القرآن عند هؤلاء، هذا الذي وقع إما عن حسن قصد، هذا أحسن الظن، وإما عن سوء قصد ونية أصلا مبيتة للإفساد. وهذا عند كما قلت لكم بعض المستشرقين موجود بلا ريب، ولو ادعى الحيادية وادعى لكن واضح عنده الوصول للنتائج. لماذا لا يصل إلا إلى النتائج التي هي ضد ما اتفق عليه المسلمون؟ يعني كل نتائج ضد ما اتفق عليه المسلمين وبعدين يقول والله هذا لا، والله هذا أحسن الظن فيه، هذا باحث حيادي، وهذا أنتم فهمتم غلط. احنا فهموا غلط لو كانت المسألة اللي خرج بها واحدة، لكن كل مسائل تخرج لخلاف رأي ما اتفق عليه المسلمون وبعدين نكون نحن نحسن الظن، هذا الحقيقة نوع من الغباء، بل لا نسيء الظن ونبين ذلك بالأدلة من عمله. إذن يجب أن نفرق بين هذا وذاك. إذن أقول أيها الإخوة، هذا أمر مهم يجب أن ننتبه له ونحن ندرس هذه القضايا المرتبطة بتاريخ القرآن. لا يوجد جمع غير جمع أبي بكر الصديق البتة قبل عمل أبي بكر الصديق إلى عمل عثمان، ما ذكر إطلاقا أنه في جمع آخر جمع، يعني جمع مصحف ما فيه. ويزعمون أن علي بن أبي طالب جمع وهذا، هذا لا يثبت إطلاقا. فهذه ترى نرجع فيها لماذا؟ إلى دراسة الأسانيد، ونبطل مثل هذه بطريق المنهج العلمي في دراسة الأسانيد. وإلا لو كنا مثل هؤلاء صار كما قلت لكم في أول درس ما في كتاب الأغاني عندهم مثل ما في صحيح البخاري سواء بسواء، وهذا لا شك أنه سيحدث البلبل والإشكالات التي ذكرت لكم جزءا منها. طيب، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الآن طبعا انتهينا من عهد أبي بكر الصديق، يعني لاحظنا الآن أنه الآن الصحف ما زالت بيد الصحابة، صحفهم الخاصة، يقرؤون بما كانوا يقرؤون به على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يقع إلزام بمصحف أبي بكر ولا بما في مصحف أبي بكر رضي الله عنه، لم يقرأ من مصحف أبي بكر رضي الله عنه مباشرة. هذه حقائق من خلال التاريخ الذي كان في عهد أبي بكر الصديق. هل تغير شيء من أمر جمع القرآن في عهد عمر بن الخطاب؟ أيضا لو رجعتم إلى كتاب ابن أبي داود ستجدون بعض الآثار الغريبة في أن عمر جمع المصحف، ولكن واضح جدا أن فيه نكارة، لأن الاتفاق واضح على أن الذي جمع أبو بكر. فمثل هذه الآثار اللي فيها غرابة لا تقوم أمام الآثار الصحيحة المتفق عليها التي تكون بلغت حد التواتر في أن الذي جمع المصحف هو أبو بكر. ما حاجة عمر أن يجمع المصحف بعد أن جمع أبو بكر، ولم تقوم الحاجة بعد، يعني الحاجة التي ستقوم في عهد عثمان لم تقوم في عهد عمر ولا كانت موجودة، المشكلة ما كانت موجودة، فإذا لم يكن هناك أي حاجة. لاحظوا عن هذا الأثر وأحب أن تعطوني جزءا من عقولكم في مناقشته. روى البخاري بسنده عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب أبي أقرأنا، لأبي بن كعب، هذا مدح الآن لأبي، وإنا لندع من لحن أبي، ندع من لحن أبي يعني من قراءة أبي، لو أن أبي بيقرأ من نفسه. شوف لاحظ قال وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فمه مباشرة. إذن الآن لاحظ أبي ما يأخذ من، ما يقول أنا أخرجه من كيسي أو قرأت بالمعنى، لا، أبي احتج
يقول أنا أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فمه مباشرة، فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى، يقول عمر: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إيش نستفيد من هذا الحديث؟ الآن احنا في عهد عمر، في عهد من؟ عمر. عمر الآن من خلال هذا الحديث هل ألزم الناس بمصحف أبي بكر؟ هل نفهم منه أنه ألزم مصحف أبي بكر؟ لا يفهم منه أنه ألزم مصحف أبي بكر إذا كان في مال. طيب هذه واحدة، إذ ما دام ما ألزم مصحف أبي بكر، هل بقي الصحابة يقرؤون بما كانوا قرأوا به عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا؟ طيب، اثنين. الثالثة، هل عمر يعرف أن شيئا مما يقرأ أبي قد ترك أو ما يعرف؟ يعرف ولا لا؟ يعرف أن شيئا مما قد قرأه أبي أنه قد ترك ولا لا؟ طيب، لاحظ هذا الأثر وهو قريب من الأثر الذي نذكره الآن. قال: كان أبي يقرأ: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ولو حميتم كما حموا أنفسهم لفسد المسجد الحرام، فأنزل الله سكينته على رسوله. يعني الآن الزائد عند ماذا؟ ولو، نعم. قال: فبلغ ذلك عمر فاشتد عليه، يعني ثقل عليه مثل هذا الأمر، فبعث إليه فدخل عليه فدعا ناسا من أصحابه فيهم زيد بن ثابت، وهذه من سياسات عمر. فقال: من يقرأ منكم سورة الفتح؟ قال: فقرأ زيد على قراءتنا اليوم، هذا من أبو إدريس الخولاني اللي نفس القراءة اللي عندنا الآن. فغلظ له عمر، عشان يكون في مشهد من الصحابة أنك أنت عندك الآن هذه زائدة، هذه متروكة، ما نقول لما يقرأ لكنها متروكة. فغلظ له عمر فقال: أبي لأتكلم؟ قال: تكلم. قال: لقد علمت أني كنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقربني وأنت بالباب. احتجاج، يقول: أنا أدخل عند النبي ويقربني وأنت واقف في الباب ما يدخلك، تمام. فإن أحببت أن أقرأ الناس على ما أقرأني أقرأته، وإلا لم أقرأ حرفا ما حييت. قال: بل أقرأ الناس. لاحظ إيش الآن، حتى هذه فيه فقه الحقيقة في التعامل كبير جدا، ليت قومي يعلمون. أولئك الذين يختصمون على مسائل أو فروع من فروع من فروع العقائد، أو أحيانا بعض العقائد أو غيرها، هذا الآن خصام في كلام الله سبحانه وتعالى. وانظر كيف أدب أمير المؤمنين، الوالي أمير المؤمنين لا يمكن أن يلزم مع سيد القراء أبي بن كعب. انظروا، هذا هو الأسلوب والمنهج الذي يجب أن نتبعه، وليس أسلوب الخصام والدخول في النيات وأن فلان يقصد كذا أو إلى آخره. خاصة أنه مع الأسف القوم يعني يسكنون في مكان واحد، يمكن أن يمر فلان على فلان يأخذون لهم كذا قهوة عصرية أو ما بعد العشاء، ويأخذون بالخصام اللين وينتهون من مشكلات كثيرة. ولكن كما أخبر رسول الشيطان ما وجد إلا أن ينزغ بين أهل الإيمان. خذوا هذا الأثر، طبعا رواه النسائي وابن أبي داود والحاكم وابن خزيمة رواه بعضه. هذا الأثر الآن إذا تأملنا نجد أولا أن عمر بن الخطاب استنكر على أبي، استنكر على أبي هذه القراءة، لم يقبلها، هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا أن عمر بن الخطاب لم ينهى أبي أن يقرأ بما قرأ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ثانية. فإذا ما زلنا الآن إلى المرحلة هذه، مرحلة عمر بن الخطاب، ما زالت المرحلة مرحلة مفتوحة في الإقراء، يقرأ بما ثبت وبما ترك، يعني بما ثبت في العرض الأخيرة وبما ترك. هذا قضية مهمة جدا تنتبهون لها في تاريخ القرآن. هل هي واضحة من الأثرين ولا هي غير واضحة؟ واضحة. طيب، عمر كان يعلم ما ترك ولا ما يعلم؟ يعلم. في الأولى يقول إن أبي احتج علينا بأنه قرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا أترك شيئا أخذته، لا أترك، فلا أترك لشيء لشيء. فيحتج عمر يقول: الله يقول، يعني قال الله تعالى بقول الله: ما ننسخ من آية أو ننسها. إذن في آيات نسخت وتركت ولا لا؟ في آيات. لاحظ ماذا يقول ابن حجر، يقول: وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت قال: لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عنده القطع به، فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت.
وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ وهو من أوضح الاستدلال في ذلك. إذا مسألة خلافية يعني جدل خلافي، يعني كان عمر رضي الله عنه يخالف أبي بن كعب في هذا، وأنه يقول له ماذا إن عملك غير صحيح لأن الذي تقرأ به متروك. واضح هذا الدلالة الأمنى للأثر. إذا ممكن نستفيد من الأثر ماذا؟ أول فائدة أن عمر بن الخطاب لم يلزم بمصحف أبي بكر ولا بغيره، أن ما كان يقرأ به الصحابة كان منتشرا وقد تركهم على ذلك مثل ما حدث مع أبي. طيب إذا الآن هذه المرحلة هي مرحلة تابعة لمرحلة أبي بكر تماما، ولم يبدأ وجود الإشكال والاختلاف إلا بعد. لماذا؟ لأنه في عهد عثمان اللي سيأتينا بعد قليل المرحلة الثالثة غير عهد أبي بكر وغير عهد عمر. عهد أبو بكر هل دخل التابعون كثر التابعون في دخولهم؟ ما كثروا. في عهد عمر هل أيضا كثروا بكثرة اللي كان في عهد عثمان؟ أيضا لم يكن كذلك. ننتقل الآن إلى المرحلة اللي مرحلة عثمان رضي الله عنه. هذه المرحلة نأخذ الحديث الأصل فيها، لأن عندنا الأصل في جمع أبي بكر حديث زيد، والأصل في جمع عثمان حديث حذيفة ابن اليمان الذي رواه أنس بن مالك. قال البخاري بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح حرمينية وأذربيجان. وابن حجر رضي الله عنه يعني وضع تقريب لوقت هذه الغزوة اللي غزوة ترمينية وأذربيجان أن هذه الغزاة كانت في نهاية العام 24 وبداية 25، يعني احنا في عام 24 هجري ندخل في عام 25 هجري، يعني بالكثير في عام 25 هجري كانت هذه الغزاة. والمشكلة إذن حدثت في هذا العام تقريبا، ولابد من تخيله في التاريخ. طيب يقول كان يغازي مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخ منها المصاحف وننسخها في المصاحف. حبة تنتبه للألفاظ الآن، كيف جاءت الصحف إلى حفصة؟ نعم، عمر كانت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم بعد ذلك انتقلت إلى حفصة أم المؤمنين، يعني حفصة أم المؤمنين، يعني لم تأتي إلى حفصة فقط لأنها أخت عمر، بل لأنها أيضا أقرب الناس إلى عمر وهي أم المؤمنين. طيب قال أرسلي لنا بالصحف ننسخها في المصاحف. لاحظوا إلى هذا الوقت وكان مصحف أبي بكر لا دور له سوى الحفظ اللي حصل أنه حفظ وانتهى، ولهذا لاحظ انتقل لم ينتقل إلى دار الخلافة، يعني ما انتقل من بعد عمر إلى عثمان، بقى عند حفصة ما عندهم فيها أي مشكلة، ولا أحد استشكل هل عند لماذا عند حفصة ما هو عند عائشة، لماذا لم يكن عند علي بن أبي طالب، لأن علي بن عمنا ما كان عندهم هذه الإشكالات إطلاقا، لأن المسألة لم تكن ذات بال عندهم في هذا الأمر. أهم شيء أنه الكتاب محفوظ فيما بينهم. طيب العبارة التي تحب أن تنتبه لها قال أرسلي إلينا بالصحف، ماذا نفعل؟ ننسخها في المصاحف. تحطون خط أخضر، ماذا الأحمر يكون أحيانا علامة خطر، خط أخضر على لفظة ننسخها هذه، ثم نردها إليك، لأن مسألة المصحف هذه كما قلت لكم ما كانت ذات بال كبير عندهم. قال فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. قال ففعلوا حتى إذا نسخ الصحف من المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. لكن هل حرق مصحف أبي بكر؟ ليه؟ لأنه موافق. طيب هتنتبهوا لها أيضا مرتبطة بقضية التاريخ، لماذا لم يحرق مصحف أبي بكر ما دام حرق المصاحف كلها؟ فيدل على أنه ما كان في خلاف بين مصحف أبي بكر ومصحف عثمان. طيب نأتي الآن إلى بعض الفوائد في هذا من خلال يعني تاريخ هذه الآن تاريخ هذا العمل. ما هو سبب الجمع الآن؟ اختلاف القراءة
في القراءة وتخاصمهم، مو فقط اختلاف، يعني اختلاف أدى إلى التخاصم، بل حتى بعض الآثار أدى إلى يعني أن بعضهم يكفر بعضا. فإذا الآن مقصد أنه الاختلاف كان هو سبب في جمع عثمان للمصاحف. لو قابلناه بعمل أبي بكر، إيش كان سبب عمل أبي بكر؟ الحفظ. يعني اختلف السبب والمختلف اختلف. وأيضا تلاحظ أن عثمان لما جمع المصحف أو نسخ هذه المصاحف رد المصحف إلى حفصة، لأنه لا يخالف مصحفه وما عنده فيه أي مشكلة. طيب المسألة الثانية، ما هو القصد من عمل عثمان؟ لا القصد الآن عثمان ماذا عمل؟ لا قبل الآن عبارته لما قال إيش؟ نسخ المصاحف، ولا لا؟ يعني ينسخ المصاحف من مصحف أبي بكر. إذن هذا الآن قال فأرسل عثمان لحفصة أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ثم نردها إليك. إذن الآن هذا العمل الآن الذي يقوم به عثمان، هل في عمل جديد، إضافة جديدة؟ إذن هي مجرد إيش؟ نسخ، هي مجرد نسخ من خلال عبارة رضي الله عنه ننسخها في المصاحف فقط. طيب اللجنة التي تكونت الآن اختلفت ولا لا؟ لكن اتفقت في شيء واختلفت في شيء. ما هو المتفق بين اللجنتين؟ وجود من؟ زيد بن ثابت. لكن هنا الآن لما كان المقصد مختلف اختلفت اللجنة. في عهد أبي بكر كان المقصد فقط جمع القرآن، فكانت اللجنة زيد بن ثابت ومعه عمر يساعده وكانت كافية لجمعه. هنا الآن لا، نسخ ومعارضة، فجعل عثمان مع زيد ثلاثة وجعلهم من قريش، جعلهم من قريش لقصد. ما هو؟ قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانها نزل. طيب الآن سم يختلفون في الرسم، في الرسم كيف يرسم، الآن سنأتي إليه، سنأتي إليه، لحظة بس خلونا الآن نحرره. المنهج المتبع في الرسم حال الاختلاف يتسألون عنه قبل قليل. الآن عثمان أعطاهم منهج، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه، لاحظ فاكتبوه بلسان قريش، يعني باللهجة التي توافق لهجة قريش، فإنما نزل بلسانهم. قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. الآن إذا اختلفوا في لفظة، إذا اختلفوا في لفظة قد يقول قائل السؤال اللي قلته، كيف يختلفون وأمامهم المصحف الذي ينقلون منه، كيف يختلفون؟ لا، الآن لما كان زيد يكتب منفردا يتصور وقوع اختلاف؟ لا، لكن لما جامعه القرشيون الآن الرسم مظنة اجتهاد ولا مظنة اجتهاد؟ إذا الآن لاحظوا انتبهوا، هذه قاعدة فائدة مهمة تنتبهوا لها. الخلاف الذي سيدور بين زيد والقرشيين في الرسم، في كيف ترسم الكلمة، ليس في قضية القراءة، لأن قراءة زيد أعلم من هؤلاء كلهم، يعني زيد أعلم من هؤلاء كلهم. إذن الخلاف الذي سيقع هو في المرسوم وليس في ماذا؟ في المقروء. والدليل على ذلك أن الآثار التي ثبتت، التي وردت، الآثار التي وردت تتعلق بالمرسوم ولا تتعلق بالمحفوظ. يعني التابوت هي تابوت ما اختلفت، لكن اختلف ماذا؟ هل تكتب بالتاء المربوطة أو بالتاء إيش؟ المفتوحة. لغة زيد وقومه التابوه، ولغة القرشيين التابوت إذا وقف عليها. طيب اختلفوا فيها، يكتبون بأي لغة؟ هذا اللي يريد عثمان، قال إذا الرسم عندكم تكتبون الرسم الموافق لماذا؟ لقريش، مو الموافق لغيره. واضح الفكرة هذه؟ هذه شبهة من قال إن عثمان جمع الناس على حرف واحد، وأقول شبهة لأنه محتمل، يعني هذه التي جعلت حتى بعض كبار العلماء رحمهم الله مالوا إلى هذا مثل الطبري وغيره، إلى أن عثمان جمعهم على حرف واحد، وهذا ليس موافقا لتاريخ القراءات كما سيأتي إن شاء الله، ولكن أبين لكم أين موطن الإشكال الذي وقع، من أين خرج القول بأنه على حرف واحد من هذه الكلمة. لكن إذا حملناها على ما قلت لكم ما يكون لها علاقة بالأحرف إطلاقا، وعثمان لم يتكلم بالأحرف ويتكلم في المرسوم، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه إيش؟ بلسان قريش، يعني اكتبوه، هو مجرد إذن قضية مرتبطة بالرسم.
وليست مرتبطة بالأحرف أو القراءة. واضح هذه؟ طيب نعم نعم. طيب إذن القضية المهمة جدا اللي يريد أيضا نعيد مرة أخرى ونب عليها وستأتينا أيضا لاحقا في هذا، أنه الآن نفهم من هذا أن الصحابة بينهم اختلاف تنوع في الرسم ولا ما نفهم؟ يعني بعضهم مكتوب التابوه وبعض مكتوب إيش؟ التابوت. يجب أن ننتبه إلى هذه الفائدة المهمة جدا، أن الرسم كان فيه اختلاف تنوع عن الصحابة، هذه مهمة جدا. الرسم كان فيه اختلاف تنوع عند الصحابة. ما الدليل عليه؟ هذا أحد أدلته، أنه مختلفوا في التابوت كيف تكتب. لا ما يلزم. لو كتبت التابوت وكانت صحة القراءة بالتابوه لقرأت التابوه، ولو كتبت التابوه وكانت صحة القراءة بالتابوت لقرأت التابوت، كما سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله بناتي تحريرها، وذكرني لو منسيت ذكرني إن شاء الله، لأنها مرتبطة بهذا الموضوع. طيب الآن من خلال كل هذا العمل الذي قام به عثمان، الآن لما نرجع الآن إلى عمل عثمان رضي الله عنه، هل الأصل عند عثمان رضي الله عنه من خلال قوله بناء على الفكرة التي ذكرتها لكم، هل الأصل المقروء أو المرسوم المحفوظ أو المرسوم؟ ما زلنا الآن في دور اعتماد إيش؟ المحفوظ. يعني الآن المعتمد هو ماذا؟ المحفوظ. المرسوم ما زال في مرتبة ثانية، يعني مجرد إيش؟ معارض لي المرسوم معارض للمحفوظ وليس أصلا إلى الآن. يعني إلى الآن إلى عهد عثمان ما زال المرسوم يعرض المحفوظ وليس أصلا. طيب عندنا قضية ثانية، في قضية إلزام الناس بما نسخ في مصحف أبي بكر، بما نسخ من مصحف أبي بكر. أريد النص على هذا، مو معنى أن الآن عثمان ما هو دوره؟ تعميم مصحف أبي بكر، تعميم مصحف أبي بكر، هذا دور عثمان. واضح الفكرة الآن؟ يعني العمل الحقيقي لعثمان، لأنه قال هو يقول نسخ، وعزيد يقول نسخنا المصاحف من مصحف أبي بكر، فإذا الدور الذي عمله عثمان هو تعميم مصحف أبي بكر. كونهم يختلفون في رسم كلمة كما قلنا قبل قليل لا يؤثر على أصل المصحف وكماله، المسألة مرتبطة بقضية الرسم وليس بقضية أن هذه الكلمة موجودة أو غير موجودة. الآن عثمان كم نسخ من المصاحف؟ في خلاف، لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنها 6 مصاحف. مصحف يسمى المصحف الإمام الأول اللي هو مع عثمان، ومصحف لأهل المدينة مع زيد بن ثابت، ومصحف لأهل مكة، ومصحف لأهل الكوفة، ومصحف لأهل البصرة، ومصحف لأهل الشام. وإذا تأملتم هذه المواطن تجدون أغلب من كان القراء كانوا فيها، وعد الآية خرج منها، وكلها مرتبطة بهذه المناطق. ليس هذا مجال الآن نناقش لماذا لم يرسل إلى غيرها، لكن لعلنا نشير إليها لاحقا. لكن المقصد الآن أن نعرف أن الذي عمله عثمان هو 6 مصاحف. الآن لو أردنا أن نقارن بين عمل عثمان وأبي بكر اللي سبق قبل قليل استشكلناه، كيف يكتب أبو بكر في مصحفه الوجوه القرائية التي تعددت في الرسم، مثل أوصى ووصى، مثل تجري تحتها وتجري من تحتها. إن كنا قلنا إن مصحف أبي بكر، مصحف أبي بكر لم يكن فيه فرصة لهذا العمل، في مصحف عثمان سيكون فيه فرصة ولم يكن فيه فرصة؟ إذن الفرصة في مصحف عثمان أكثر. كيف؟ اللي هو التوزيع. لا الآن كيف الآن؟ لا السؤال يريده الآن، احنا الان ثابت عندنا انه في قراءات ثابته، وصى واوصى، سارعوا وسارعوا. في عهد ابي بكر نقول احتمال يكون كتبها كلها بالهامش او باي طريقه اخرى، واحتمال يكون كتب وجه. لكن في عهد عثمان امكانيه كتابه الاوجه موجوده ولا غير موجوده؟ لانه عنده كم مصحف هو؟ 6. يعني يكتب في مصحف وصى وفي مصحف اوصى، يعني في مصاحف وصى وفي مصاحف اوصى، يكتب في مصاحف تجري تحتها وفي مصحف تجري من تحتها، على حسب التوزيع. بمعنى أن عندهم فرصة الآن في نشر الخلافات المرتبطة بالرسم. يقع السؤال الثاني، هل يلزم من ذلك أن كل خلاف مرتبط بالرسم قد نشر في جميع مصاحف؟ أعيد السؤال، هل يلزم أن كل خلاف مرتبط بالرسم نشر في جميع المصاحف؟ لا يلزم. فإن قلت لا يلزم، نقول ما الدليل؟ نقول الدليل أن العلماء لما اطلعوا على أصول هذه المصاحف، مثل أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، وابن أبي حاتم السجستاني
والغازي بن قيس وغيرهم ذكروا اتفاق المصاحف على رسم واختلاف القراءة فيه. اتفاق المصاحف على رسم واختلاف القراءة فيه، مثال ذلك: اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، وقرئت بالسين، وقرئت بإشمام الصاد زاين، وهذه قضية أدائية لا تكتب لكنها قرئت هكذا. أيضا: وما هو على الغيب بضنين بجميع المصاحف بالضاد أخت الصاد، وقرئت أيضا بضنين بالضاء أخت الطاء. أيضا اتفقت المصاحف على لأهب لك غلاما زكية، ورواية ورش وعن أبي عمرو ليهب، والألف لا يمكن تكون الهمزة هذه، لا تكون تكون ياء. طبعا هذه الاختلافات وفي غيرها طبعا ما اتفقت عليه المصاحف اختلف في قراءة، هي التي جعلت بعض العلماء يقول موافقة الرسم ولو احتمالا، فتوسعوا في مسألة إيش الاحتمال. لكن احنا نقول لا يلزم، ما دام الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في أن ينشروا شيئا من الفروق وتركوا بعضا منها، فهذا يدلنا على أن القراءة قاضية على الرسم، يعني قراءة مقدمة على الرسم. ولازلت أكرر هذه القضية لتكون ثابتة عندكم، إن المقدم عندهم ما هو؟ القراءة. المقدم عندهم القراءة. والدليل على المقدم عندهم القراءة أيضا وليست الرسم، الأثر الذي ورد عن أبي الدرداء في صحيح البخاري أنه سأل، دخل الكوفة وسأل: هل منكم من 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 أصحاب ابن أم عبد؟ فقال أحد أصحابه ما أذكر له مسروقة وغيره، قال أنا. قال: كيف يقرأ ابن أم عبد والليل إذا يغشى؟ قال: يقرأها والليل إذا يغشى. ثم قال إيش بعدها؟ والذكري، لما قالها قال: والذكري والأنثى. قال: وما قال وما خلق الذكر والأنثى؟ قال: والله هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال هؤلاء القوم بي يريدون أن يقول وما خلق الذكر والأنثى، مع أنها مرسومة هكذا. فهذا دل على أن الآن المعتبر عند أبي الدرداء ما هو؟ المسموع. فلو افترضنا جدلا تعارض المسموع والمكتوب، أيهما يقدم؟ المسموع يقدم، لأن المكتوب هو صورة توضيحية، المكتوب هو صورة توضيحية للمسموع، صورة توضيحية للمسموع، وليس المراد منها أنه حاكم، لأن الصحابة لا ينطلقون من الرسم، قاعدة لابد ندركها، الصحابة لم ينطلقوا يوما من الرسم، ولم ينطلق التابعون من الرسم، ولم ينطلق أتباع التابعين من الرسم، الأغلب في انطلاقهم من ماذا؟ من المحفوظ. فيما بعد جاءت قضية إيش؟ الرسم والاعتماد عليه. أما في هذه العصور ما زالت المسألة مرتبطة بالقراءة. أيضا أفيدك دليلا آخر واقعيا، لو أنت خيلت هذه العصور، المرسوم عندهم كم أمام المقروء؟ يعني الحفاظ أمام الذين عندهم مصاحف، والذين عندهم مصاحف كاملة أمام الذين عندهم مقاطع من مصاحف، كم؟ قليل ولا من قليل؟ يعني قليل جدا، لأن أدوات الكتابة في ذلك الزمان لم تكن مثل هذا الزمان. ولازلت أقول لكم أننا أحيانا يعني غفلة منا نتخيل أنه في عهد الصحابة وتابعين واتباع التابعين أن الأمر مثل ما هو عندنا الآن، ما شاء الله الأوراق في كل مكان. لا، الحصول على مثل هذه الأمور فيه جهد وكلفة، فكونه يوجد أحد يكتب وعنده أدوات الكتابة هذا شيء عزيز ونادر، يعني قليل. صحيح في عهد عمر بدأت الدواوين وغيره، لكن أنت قسها بمجموع الناس بهذه الرقعة المتسعة من الدولة الإسلامية، فستجد أن الأصل في القرآن بالذات هو ماذا؟ ما زال الأصل فيه المقروء المحفوظ، الناس لا زالوا يأخذونه مقروءا محفوظا. وأريد هنا أن أنفي شبهة كبيرة يتطرق إليها بعض المستشرقين والمنصرين حينما يأتي برسم من رسوم الصحابة القديمة، ويأتي في بعض شاشات التلفاز يقول: انظر هذا كيف يقرأ، أو بلهجة المصرية يقول: إزاي حيقرأ ده؟ لأنه يحتمل عنده بزعمه 60 وجه من القراءة. هذا غباء. لماذا غباء؟ لأنه يفهم أن الصحابة والتابعين انطلقوا من هذا المرسوم، وما انطلقوا من هذا المرسوم، يعني ما هو الآن المرسوم الأصل ثم بدأوا ينظرون فيه ويقرأ ثم يقول كذا، لا، اللي يقع الخطأ منه مثلي ومثلك اللي نعتمد الآن المرسوم. ولذلك يقول العلماء: لا تأخذ القرآن إيش من مصحفي، لأنه يصحف. وذكرت لكم الآن في الجمعة، اجلس أمام أي واحد يعني كبير المقدار صاحب جاه، إذا كان ما تلقى القرآن واسمع له يقرأ سورة الكهف، أنا على يقين أنك ستحصل على 10 أخطاء جلية، ما هو أخطاء خفية، ما أتكلم عن إدغام ولا جلية، 10 أخطاء جلية في جلستك الواحدة هذه.
السبب ما هو؟ أنه يقرأ مع أنه مشكل ومضبوط بالشكل ومعتنى به تمام العناية، أو مع ذلك تجده يقرأ قطع، لأنه يقرأ من مرسوم. أما في عهد الصحابة والتابعين لم يكن هذا هو الأصل، نعم موجود لكنه لم يكن هو الأصل. وأريد أن تنتبهوا لهذه الحيثية، وهي مهمة جدا 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 في رد على كثير من المطاعن التي ترد عما يتعلق برسم المصحف، برسم القرآن. طيب، قبل أن ننتقل من هذه القضايا المرسوم مرسوم، يسأل سؤال أيضا عند بعض المتخصصين، وأنا أستغرب من الغفلة في هذا في الجواب، أنه يقول لماذا لم ينقط عثمان المصاحف، بما أنه الذي أمر برسمها، لماذا لم يضع النقط؟ إيش الجواب؟ لأن في الرسم لماذا لم يضع؟ لماذا لم يضع النقط؟ ما يضع مثلا نون عليها نقطة، هل عليها نقطة تحت نقطتين إلى آخره؟ لماذا؟ لا، ما هي هذه الآن، لو كتب فتثبتوا. أيوة، هذا يا إخوة، الآن تقعد أقرر لكم تقرير وهذا يخالفه، أشهد الله على أنه يخالف تقريري. أتزعل مني يعني مجرد شد جديه لأن الإخوة، والآن أنا قلت لكم قبل قليل، الآن المقروء هو الأصل، هذا يقول المرسوم هو الأصل. الآن الخطأ الآن اللي نحن نقع فيه ما ننتبه، لما نقول إنه عثمان أخلى النقد مصاحف لكي تحتمل أكثر وجه من وجوه الرسم، معنا كأننا الآن نرجعنا نقرأ في المرسوم ولا لا؟ أصلا أولا النقد لم يكن في عهد الصحابة والتابعين بالإجماع، النقد لم يكن في عهد الصحابة، أسف الصحابة بالذات بالإجماع، ما كان في عهد الصحابة، يعني لما كتبوا في عهد عثمان ما كان النقد موجودا، فكيف نحن نقول كأننا نقول عثمان يعرف النقد لكن تركه، هو أصلا ما كان موجود، يعني لم يوجد بعد، لم يخلق، ما كان موجود إطلاقا. فهذه من الأخطاء العلمية الكبيرة التي أرانها كبيرة إذا قلنا بها. لما تقدم العهد نعم، يعني في نهاية عهد الصحابة وبداية عهد التابعين احتمال بداية النقد نعم، أما في عهد الصحابة ما كان النقد معروفا، والدليل على ذلك أنه جميع رسومهم، جميع يعني ما كانوا يكتبونه سواء في رسائلهم وغيرها لم يكن منقوطا، والشواهد التاريخية تدل على ذلك. عندنا الآن والله الحمد لله من نعمة الله أن الآن عندنا شواهد مكتوبة منسوبة إلى القرن الأول، بل بعضها منسوب إلى قرابة القرن يعني إلى سنة 50 وقريب منها، لما تطلع عليها ما تجد فيها نقد، مما يدل على ماذا؟ على أن النقد لم يكن أصلا قد وجد. فلما نقول أن عثمان قصد ذلك، كيف قصد وصل ما وجد؟ فهمت الفكرة؟ ثم أن كنا نقول أن ننطلق من المرسوم، إحنا ما ننطلق من المرسوم، ولكما قلت لكم أنا أستغرب أن فيها غفلة من كثير من الباحثين اللي يتكلم عن هذه الحيثية. النقد بدأ شيئا فشيئا في بعض الألفاظ لكنه متأخر، يعني وجد مثلا عشان ما يكون في شبهة في سد في الطائف، مكتوب هذا السد بناه معاوية عبد الله معاوية بن أبي سفيان، وجد في نقد في بعض الأحرف، نقول هذا احتمال أن يكون إيش؟ بداية تطور في إحداث النقد، ثم اكتمل على يد يحيى بن يعمر وعاصم ونصر بن عاصم اللي هم تلاميذه والأسود الدؤلي. أما قبل ما كان موجود، العهد اللي كان يكتب في عثمان ما كان موجودا. واضح الفكرة هذه؟ هذه قضية مهمة، بل هي تثبت عندي أن القرآن لم يكن يعتمد على الرسم عند الصحابة والتابعين، الرسم لحفظ هذا الملفوظ فقط، الرسم لحفظ هذا الملفوظ فقط. طيب، فإذا قلنا بهذا الآن، إذا قلنا بهذا ما يقع عندنا مثل هذا الإشكال، أن والله ترك النقط لأجل يحتمل، لأن الاحتمال ليس قصدا كليا عند الصحابة. ما الدليل على أن احتمال القراءة كلها ليس قصدا كليا؟ اللي ذكرناه قبل قليل، وهو مع الغيب ضنين والصراط ولأهبة. لو كان قصدا كليا لوجدنا في مصحف لأهبة وفي مصحف ليهبة، وجدنا في مصحف بضنين وفي مصحف بضنين، وجدنا على الأقل في مصحف الصراط وفي مصحف الصراط بصاد. مادام ما وجدنا، وجدناهم أحيانا يقصدون وأحيانا لا يقصدون، إذا صار الأمر فيه سعة، صار الأمر إيش؟ فيه سعة. فأحيانا قد يقصدون لهذا وأحيانا قد لا يقصدوا لهذا، وهذا كله يدل على أن الأصل عندهم القراءة ولا المرسوم؟ القراءة. لكن في كل الأحوال هل سقط من القرآن كلمة؟ ما سقط كلمة، حتى الخلاف في تجري من تحته وتجري تحتها ما سقط، لأن من قرأ تجري تحتها الأنهار قرأ قرآنا كاملا، ومن قرأ تجري من تحتها الأنهار قرأ قرآنا كاملا.
يعني هذا وجه وهذا وجه، فليس هذا من اختلاف التضاد وإنما من اختلاف إيش؟ التنوع. فلم يسقط شيء من القرآن، وأنا أحب أن تفهموا هذه لأنها مهمة جدا، يعني مهم جدا أن تنتبهوا لها. النقد لم يكن في عهد عثمان، لذا لم يقصده ولم يقرب منه لا من قريب ولا من بعيد، وأنه ما ترك النقد لأجل أن تحتمل القراءات، لأن قضية احتمال القراءات لم تكن قصدا كليا، وأقول كليا لكي يفهم عني، مو مقصود ما مر من عدم لا، لكن أحيانا يقصدون هذا وأحيانا لا يقصدونه، يعني أحيانا يقصدونه وأحيانا لا يقصدونه. الدليل أنهم يقصدونه أوصى ووصى، سارعوا وسارعوا، سابقوا وسابقوا، وضعوها في مصحفنا ومصحفنا، لكن مثل هذه ما وضعوها. على العموم لعلنا يعني نخلص بهذه الفائدة وتكون واضحة جدا فيما يتعلق بقضية عمل عثمان في المرسوم. بعد هذا بعد فيما بعد، يعني لاحظوا الآن أيها الإخوة أن قضية الرسم هذه قضية اصطلاحية، قضية الرسم قضية إيش؟ اصطلاحية. كل شبهة تثار حول الرسم هي محجوجة، ولا يمكن أن تقوم أي شبهة أي اعتراض على رسم الصحابة، لو قام أنا أجزم بأن الذي يفهم تطور الرسم أنه كفيل بأن يرد كل شبهة، بل إنه يمكن رد بإملاء المتكلم. يعني ألماني على سبيل المثال أو إنجليزي، مستشرق ألماني أو إنجليزي، يأتي ويقول الصلواه، أنه يقع الخطأ فيها فيقرأها القارئ الصلواه، هل سمعت واحد منا يقرأ الصلواه ولا يقرأ الصلاة ويعرف أن هذه الواو إيش؟ زائدة ولا لا؟ يعني ليست من أصل يعني ليس إنما هي إشارة إلى أصل الكلمة، أصل الألف، وليست ولا تنطق، يعني تكتب ولا تنطق، وينطق المحذوف بدلا منها اللي هو الألف. هذا الآن إحنا كيف عرفناه؟ تروحنا تعلمناه من الرسم كذا ولا نسمع؟ سمع. ولما نجي نشوف الصلاة يمكن واحد منا يقول طيب يا أستاذ هذه مكتوبة واو كيف نقرأها؟ يقول لا هي تقع كذا وهي كذا، يشرح لك. فإذا استشكلت أنت المكتوب شرح لك، ولا أنت أصلا تقرأ في المحفوظ ولا لا؟ بل أنت أحيانا تحفظ غلط، هي مكتوبة كلمة وأنت حافظها غلط من الصغر، وتجدك يصير عمرك إن مد الله بعمرك 60 70 80 وأنت تقرأ من دون ما تستشعر ترجع إلى غلطك الأول اللي حفظت عليه أيام الابتدائي. يعني تبت يد أبي لهب وتب، أو لإيلا في قريش إلافهم، تجد كثير من يقول إلافهم ما يقول إيلافهم، ليه؟ لأنه حفظ في الصغر إلافهم كذا، ويقع عمره 60 وكنت علم وعلم منها إيلافهم ويقرأها إيلافهم، لكن مرة يمكن مرات كذا اللي هو قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ليه؟ لأنه المحفوظ القديم عنده طلع عليه فقط، لأنه ما انطلق لا منطلق من حفظه الأول، فإذا الحفظ هو الأصل. وأنا زلت أكرر لكم يمكن ما أدري كم مرة كررتكم هذه لكي تستقر في الذهن، إنه المرسوم مجرد صورة لحفظ الملفوظ فقط، ولم يكن تكن العمدة حتى الآن على المرسوم، إلى الآن ما كانت على المرسوم. المرسوم عمدة بعدين بعد ما جاء علماء الرسم بدأوا يرجعون إلى المرسوم ويقعدون قواعده إلى آخره، ولعل إن شاء الله إن كان معنا وقت نشير إلى هذا بإذن الله لعلي ما أنسى. طيب إيش بقي الآن من مما يتعلق بقضية مصحف عثمان؟ لا كانوا يعلمون من خلال المصحف، الآن نأتي لي بس خلنا بعد ما ننتهي نأتي الآن نشتور المصحف في هذا العهد المرسوم هذا. طيب خلونا نشوف إذا كان بقي عندنا شيء من هذا. ماشي، نأتي الآن إلى مسألة، إيش فائدة المرسوم بالنسبة للمقروء عند من أرسل إليهم تجري تحتها الأنهار؟ بتكون قراءة عامة هذا القطر تجري تحتها الأنهار، لكن لا يعني أنه لا يوجد من يقرأ تجري من تحتها الأنهار. ولهذا لاحظ لما ترجع الآن أنت إلى خلاف المصاحف، يقولك في المصحف الشامي كذا، أنا الآن لا أحفظ، في أحد من القراء عندنا؟ في أحد من القراء؟ ما في، وإن إذا احتجنا أصحاب الشأن ما وجدناهم، أحيانا تسوي دوره علشان القراء فما يجي منهم أحد، يجي محدثين وفقهاء، وإذا سويت دوره الفقهاء ما يجي، يعني كان مفترض ودنا لو كان موجود أحد منهم عشان نعرف، لأننا لا أحفظ قراءات، فكان بيود لو قلنا له تجري من تحتها قراءة من؟ وتجري تحت قراءة من؟ فحيث أنه ستجد أنه قراءة عامة القطر الذي ذهب إليه ذلك المصحف هو بهذه القراءة، لكن لا يعني أن كل أهل القطر يقرؤون بهذا، قد يرد يأتي من قرأ بقراءة أخرى وهي صحيحة، فلكن على الأقل نقول أنه المرسوم هذا حدد قراءة هذا القطر، المرسوم حدد قراءة هذا القطر. فالكوفيون قرأوا من خلال ما رسم لهم بهذا المرسوم الذي وصلهم، والمكيون وواء إلى آخر، لكن لا يعني هذا أنهم يطلقون من المرسوم مثل ما قلت، وإنما وحدد لهم الوجه القرائي الذي يقرؤون به، الوجه القرائي الذي يقرؤون به. هذه الفائدة من المرسوم الذي أرسله عثمان رضي الله عنه. طيب قد يقول قائل
ما الفائدة الآن من عمل عثمان؟ مدام عثمان الآن فقط نسخ مصحف أبي بكر ووزعها على الأقطار، إيش الفائدة؟ وإحنا نجد في خلافات ما زالت، حدد الخلاف. ويمكن نقول إذا كان بالعبارات العامة الآن يعني سيس الخلاف، يعني جعله واضح المعالم، يعني مسيس، معنى أنه الآن أي خلاف خارج هذا بس لا يفهم سيس أنه من عمله الخاص، لا، هكذا. هذا الذي بقي مما بقي من العرضة الأخيرة، قصدي من بقي من الأحرف السبعة، هو الذي عمله عثمان والتزم الناس به. يعني التزم الناس الآن بالخلاف المتنوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف المتنوع الذي قرأ به النبي وثبت أنه تركه إيش فعل به؟ أزاله. يعني ذلك عمل عثمان ما هو؟ قبل عثمان ما تلاحظون أبي كان يقرأ إيش؟ قرأنا لكم الآن قراءته، هل نجدها الآن في المصحف؟ قراءة بالدرداء وابن مسعود وذكروا أنت نجدها في المصحف؟ ما نجدها، لكن نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها ولا ما نثبت؟ نثبت. ونثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولا ما نثبت؟ نثبت. لماذا؟ لأن ليست موجودة عندنا المصحف الذي بين يدينا. إذن عمل عثمان الآن ما هو؟ تثبيت الخلاف المتنوع، لأن ما في تضاد، المتنوع الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة، وترك ما عداه مما ترك في العرضة الأخيرة. فإذا أي قراءة نقرأها منسوبة لعهد قبل عهد عثمان رضي الله عنه، نعلم أنها من الوجوه، إذا ثبتت طبعا بسند صحيح، نعلم أنها من الوجوه الصحيحة التي قرأها النبي، ولكنها دخلت في قوله ما ننسخ من آية ننسيها كما أخبر عمر، معنى أنها تركت. وأي قراءة قرئ بها على أحد هذه المصاحف وما بقى هذه المصاحف، فإننا نجزم أنها من العرضة الأخيرة التي ثبت بها القرآن على تنوعه المعروف في القراءات المعروفة. وسنأتي إلى تفصيل القراءات لاحقا. واضح الفكرة هذه؟ واضح عمل عثمان الآن؟ إذا عثمان الآن حدد الخلاف. لاحظ سابقا، يعني كي نفهم أيضا من خلال الواقع، لو خرج كوفي وخرج بصري وخرج شامي ومكي ومدني، خمسة التقوا وكل واحد قرأ، سيقرأون بقراءات يتفق بعضهم مع بعض في شيء ويختلف الآخر مع الآخر في شيء، وفي اتفاق واختلافات. هم الآن هل لهم مرجع محدد؟ كل واحد يقول اقرأني فلان، والثاني يقول اقرأني فلان، اقرأ فلان، ما في الآن ما في شيء محدد. لكن الآن لما يقرأ الكوفي يقول أنا قرأت على القارئ الذي أرسله عثمان، والثاني يقول قرأت على القارئ الذي أرسله عثمان، والثالث يقول قرأت على القارئ الذي أرسله عثمان. كلهم قرأوا على القارئ الذي أرسله إيش؟ عثمان. وهؤلاء كلهم صدروا ممن؟ من المدينة. إذن معنى هذا أن هذه القراءات التي تقرأون بها هي قراءات الثابتة بتنوعها، ما يقع خلاف، فيعلم من هذا الذي قرأ حق، وأن الذي أنا أقرأ حق، والذي يقرأ فلان حق. والدليل على ذلك لو ترجع إلى أثار السلف ستجد أن بعض التابعين مثل شهر بن حوشب يأتي عند قراءة وما على غيب بضانين فيقول أما قراءتنا فكذا وأما قراءتكم فكذا، يعني فاهم الآن في خلاف قراءات، وكلهم كانوا فاهمين في خلاف قراءات. فإذا زال الإشكال بتحديد الخلاف الصحيح الثابت، وأنه صادر من بإجماع من الصحابة أن هذا هو القرآن النازل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في عهد من؟ في عهد عثمان. أما في عهد أبي بكر وعمر فلاحظنا أنه لم يكن هناك أي إلزام بأي نوع من أنواع هذه المصاحف أو القراءات. حتى أبي كما لاحظتم عمر قال له أقرأ، يعني أقرأ لم يمنعه. طيب نأتي الآن إلى مسألة أيضا مرتبطة بقضية المصاحف التي حرقها عثمان رضي الله عنه. لماذا حرق عثمان المصاحف؟ جميل، لئلا ينشأ الخلاف مرة أخرى. لو رجعنا إلى المصاحف سنجد أن فيها زيادات غير الموجودة في مصحف أبي بكر الذي نسخ منه عثمان. هذه الزيادات هل نستطيع أن ننفيها نقول ليست في القرآن؟ نقول لا. لاحظ أن أبي يقول أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها القرآن، وأنت يا عمر تريد أن أتركها؟ ما أتركها. إذا الآن ما قرأه أبي نجزم يقينا أنه كان قرآن، لكن هل بقيت قرآنيته أو تركت ونسخت؟ تركت ونسخت. لو بقيت المصاحف هذه القطع موجودة، من يضمن لعثمان
أن الأمر سيكون ويتطور على حسب ما تطور عندنا الآن وانضبط. من يضمن لعثمان أن المصاحف ما تختلط مرة أخرى وتحدث المشكلة؟ ومن يكون المرجع آنذاك؟ فكان أيضا من رحمة الله بالأمة أن جمع عثمان هذه المصاحف فيها خلافات في القراءات لم تثبت وأحرقها، يعني أحرق هذه المصاحف وهذه الصحف اللي كانت معهم، سواء كان فيها قرآن ثابت وصحيح ونقلوه أو لم يكن، أو كان فيها زيادات مما نسخ وترك، جماعة كلها وحرقها مرة واحدة. وهذا باتفاق، يعني الآن أمام الملأ كلهم خطب بهم وقال اجمعوا لي كل اللي عندكم وأحرقوا، واللي ما يحرق يزال بالماء. طيب، إلا مصحف أبي بكر تركه كما قلنا لأنه ليس فيه مخالفة لمصحف عثمان. أما ظن الحجاج لما فعل وطلب المصحف من عبد الله بن عمر وأحرقه، فهذا عمل الحجاج ليس حجة مثل عمل الصحابة، وأنه ما ظن أن يكون في مصحف بكر ما ليس في مصحف عثمان، وأظن هو ما يأتي أحد يحتج علينا بفعل الحجاج كيف أنه حرق مصحف أبي بكر. ولكن أيضا لما حرق مصحف بكر كان منتشرا وموزعا في مصحف عثمان، ما كان فيه إشكال، مع أنه مصحف أبي بكر إحراقه أو إزالته لم يكن فيها إشكالية، بخلاف لو كان أزيل قبل ذلك لرجع العمل من جديد مرة أخرى في جمع المصاحف. إذن الآن المقصد من هذا أن التحريق كان خير لاتفاق المسلمين على المصحف أو القرآن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي دعوة على عثمان رضي الله عنه بهذا فهي محجوجة بإجماع الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب، وقال لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، ولو كنت مكانا لفعلت مثل ما فعل. فإذا الآن الإجماع من الصحابة على ما عمل. قد يعترض أحد من المعترضين يقول فما قولك في عمل في اعتراض ابن مسعود، اعتراض من ابن مسعود، وكنت ناوي أترك اعتراض ابن مسعود لقضايا مشكلة، يعني مصاحف الصحابة واعتراض ابن مسعود نجعلها للغد وناقشها معا، لكن أشير فقط إشارة الآن سريعة لأن كي نقف من الوقت بدأ يعني يطول علينا، لنشير إشارة سريعة اللي هو اعتراض ابن مسعود. اعتراض ابن مسعود محجوج بأمرين. الأمر الأول أن ابن مسعود لم يعترض على فعل أبي بكر رضي الله عنه، وما فعله بكر هو عين ما فعله عثمان في تعيين زيد بن ثابت، هذه واحدة. طبعا عثمان بن مسعود كان موجودا لأن أبو بكر في عهد بكر كان في المدينة، ابن مسعود ما كان خارجا. الأمر الثاني أن احتجاج ابن مسعود سنتين مفصلا لم يكن على قضية علمية، وإنما كان على قضية أخرى سنأتي إليها لاحقا إن شاء الله، لما قال ان زيد بن ثابت يعني له ذو ابتان، ابنتي اليه غدا ان شاء الله. القضيه الثالثه انه لو ثبت ان ابن مسعود خالف وعارض ومات وهو مخالف معارض، فان مخالفته رضي الله عنه مع جلاله قدره ومعارضته مع جلاله قدره لا تقوم امام الحجه من الصحابه. يعني كل الصحابه في جهه وابن مسعود في جهه، ياتي واحد يقدم قول ابن مسعود على الصحابه كلهم، هذا يتصور عقلا؟ هذا ما يتصور، يعني لا يتصور عقلا. فلو افترضنا جدلا أن ابن مسعود مات وهو غير راض بما فعل عثمان، افترضناه جدلا، فإنه لا يؤثر على عمل عثمان إطلاقا، لا يؤثر على عمل عثمان إطلاقا، وهذا بمقتضى العقل أو بمقتضى الأثار، يعني بمقتضى إيش العقل. لو تدخل على قرية كلهم متفقون على أمر ويأتي واحد مخالف لهم تقول والله هذا اللي معه الحق وهذا كلهم باطل، ما يمكن يعني اجماع جمهور الناس على هذا الشيء ويأتي واحد يخالف بشكل، ما يمكن في أمور مشاعة ومنظور فيها أمامهم وعندهم، يعني ما هو والله شيء والله خفي يحتاج إلى عقل فيلسوف عشان يصل فيه إلى دقائق، لا. فإذا المقصد من ذلك أن نقول أيضا لو كان فإنه يبقى أن عمل عثمان رضي الله عنه، آسف، عمل ابن مسعود رضي الله عنه في هذا أنه فيه ما زال فيه إشكال، وأنه محجوج رضي الله عنه بإجماع الصحابة منذ عهد البكر على هذا. ولعل إن شاء الله غدا نفصل في بعض المشكلات المتعلقة بمصاحف الصحابة، ترتيب هذه المصاحف وترتيب مصحف عثمان ومذهب ابن مسعود بالذات وما ورد فيه، نفصلها إن شاء الله في الغد لأن تابعة لما عمل عثمان. أيضا سنناقش إن استطعنا نناقش غدا قضية أيضا الأحرف السبعة والقراءات، ثم انتشار القراءات والخلاف في القراءات بناء على
ما ورد من يعني من في كتب القراءات وكيف انتشرت هذه القراءات وانبثقت من الأحرف السبعة. ثم بعد ذلك الأمور التي جاءت بعدها كلها أمور ممكن يعني مراجعتها وقراءتها، لكن أهم شيء هي هذه المرحلة اللي مرحلة ما يمكن أن نقول مرحلة كتابة وتدوين مصحف في هذه العصور التي كانت أصلا لكل ما جاء بعده من العصور. ما أدري كان في سؤال واستفسار، شو اليوم ما وزع عليكم أوراق فما جاءت أسئلة، ممكن السؤال مباشر نأتي إليه إن شاء الله. الأحرف السبعة، علاقة القراءة بالأحرف السبعة سأتي إليه مفصلا إن شاء الله لكي يتضح بإذن الله. ما ورد أنه أحد منهم كان عنده مصحف، وإنما سميت مصاحف أو صحف لأنها تجمع شيء من القرآن فتسمى مصاحف، لكن ما ثبت أن أحد منهم كان عنده مصحف كامل حتى في عهد عثمان. سنأتي إليه إن شاء الله أن القراءة عن حفص عن عاصم ناقشها، وكيف قول ابن مسعود في المعوذتين وفي الفاتحة كله بنناقش إن شاء الله غدا. كل المشكلات مرتبطة بقراءة بما يتعلق بمسعود لعلي غدا إن شاء الله وناقشه بإذن الله. يقول نرجو من الإخوة في المسجد أن يصفوا الصوت لأن كثيرا من كلامنا فهموه من صدى الصوت. أنا كذا ألاحظ في نوع من الصدف لعل الإخوة قبة، يعني ما هو كله قبة، لو رحنا يمينة ويسار نفس قضية، لكن أنا أقول لعل الإخوة يلتفتون إلى الصوت، لما فعلا أنا حتى أحس الصوت مو زي الأمس، الأمس كان أفضل من اليوم، فلعل الإخوة في المسجد يراعون هذا. هذا سؤال ولا طيب. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. www.altayar.com